مشاهدينا نحييكم من جديد. قبل كده اوضحنا انه محمد صلاح لاعب منتخب مصر ولاعب يعني واحد من اهم اللاعبين في انجلترا، والحقيقه اللي هو بيحقق ابداعا في الملاعب وحتى يعني هداف في منافسه بينه وبين هاري كين في انه من يكون هداف الدوري الانجليزي، ومحمد صلاح ان شاء الله ينجح في انه يكون هدافا للدوري. القضيه مش قضيه ان محمد صلاح يبدع في الملاعب فقط، لا، القضيه انه يقدم نموذجا في الاخلاق، ويقدم نموذجا عن الاسلام. اعتدنا دايما ان الغرب يتعامل مع الاسلام على انه اسلام بن لادن، اسلام الجماعات المتطرفه، اسلام ابو بكر البغدادي، اسلام داعش يعني، ويحاولوا دايما انهم يتعاملوا مع هذه الصوره المظلمه التي لا علاقه لها بالاسلام. يعني اخيرا وجدنا نموذجا يتحدثون عن اسلامية، ومحمد صلاح تحديدا هتلاقوا الصحافه الاوروبيه والصحافه الانجليزيه تحديدا بتحتفل بيه بشكل كبير باخلاقه وباعماله الانسانيه. هو بيهتم كمان بالعمل الانساني جدا، وده الحقيقه كمان مهم. اللاعب لما يكون مشهورا جزء كبير من مهامه هو انه يقدم الاعمال الخيريه والانسانيه. مجموعه من الاطفال، اطفال مرضى الكلى في المنصوره، كان عندهم احلام بان محمد صلاح يكلمهم. وهنا بعض اللاعبين يبقوا في الخارج لكن يعني يقول لك انا ما عنديش وقت. شوف المكالمات بين محمد صلاح والاطفال اللي بيغسلوا كلى، ازاي ممكن ترفع الروح المعنويه عندهم، ازاي ممكن انها يعني تعطيهم امالا كبيره. بيتعلقوا بالنماذج الناجحه والشهيره زي محمد صلاح تحديدا، وده النموذج اللي هنشوف تحقيق عن كيف ارتفعت الروح المعنويه للاطفال اللي كان كل احلامهم انهم يكلموا محمد صلاح. ومحمد صلاح بالفعل لم يتأخر وعمل معاهم هذا الحوار. لفتة إنسانية رائعة بطلها النجم محمد صلاح، اتصالات هاتفية أجراها مع أطفال من مرضى الكلى بمستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة لدعمهم نفسيا في رحلة علاجهم الشاقة. أنا تواصلت مع والدته، أول ما كلمتها وقلت لها أنا معلش يعني طالبة منك طلب بسيط، أطفال وحدة الغسيل الكلوي عندنا نفسهم إن كابتن محمد صلاح يكلمهم، الموضوع ده هيأثر معاهم معنويا كتير قوي. أول ما عرفت إن هم أطفال وحدة الغسيل قالت لي طب اديني ساعة زمن هكلم محمد وهرد عليك. فعلا صباح اليوم التاني لقيتها بعتالي رسالة بتقول انتوا جاهزين ان الطفل يكلم محمد؟ قلت لها اه احنا جاهزين. فرحنا وحدة الغسيل الكلوي وكانوا الاطفال عندهم جلسة غسيل، فمجرد ما احنا قلنا لهم ان كابتن محمد هيكلمكم دلوقتي لايف، مش عايزة اقول لحضرتك العامل النفسي عندهم ارتفع ازاي، لدرجة ان هم ما كانوش مصدقين ان ده هيحصل. يعني هم يعني سعداء جدا جدا بالمكالمة، والنهاردة كانت عينيهم بتنط من الفرحة ومبسوطين قوي 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 بالمكالمة دي، ونفسهم بقى يشوفوه، نفسهم يشوفوه فعلا. يعني أثر جدا على الحالة النفسية، بقت للأفضل كتير، وده بيساعد جدا في العلاج، وده فعلا اللي احنا لاحظناه معاه بالذات بأطفال الكلى دي، كانت فكرتهم وكان نفسهم قوي. النهارده يعني حضراتكم كنتوا معانا وشفتوا ما شاء الله ما شاء الله، يعني وشهم اللي بيشوفهم حتى من بعيد ما يحسش ان دولت بيغسلوا كلى. اثر عليهم طبعا ايجابي، بقوا حابين انهم يروحوا يتعالجوا. يعني في اطفال كتير بيبقوا رافضين العلاج لان هو طبعا قعدوا على مكنه الغسيل الكلى وبتبقى متعبه جدا، ربنا يعافيهم يا رب. فهو حببه في انه يجي، لا انا هاجي وهاخد العلاج بتاعي. محمد صلاح من النماذج المشرفه لمصر، ومن النماذج المحترمة اللي أنا برضو بعتبرها قدوة للشباب. هو يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحبه ومحبب فيه خلقه بالبلد كده، كل مصر بتحبه. حصل نوع من التواصل من خلال الفيديو كونفرنس، قعد أكتر من نص ساعة أو يمكن يقترب من ساعة تواصل مع الأطفال. أعتقد أن كانت حاجة هايلة جدا جدا بالنسبة للولاد لأنهم بيحبوه فعلا.
اطفال كانوا بعتوا رساله للاعب محمد صلاح ان هو يجي يزور المستشفى، فعملنا ديزاين صوره محمد صلاح كبيره، هم الاطفال بيشاركوا في التحيات الجداريه بيكتبوا اسم محمد صلاح وكاتبين عليها وي ويت فور يو. احنا منتظرينك وان شاء الله اللاعب يلبي رغبتهم ويكون موجود في اقرب فرصه ان شاء الله. قال انا هقولكم واسيبك، قلت له ماشي، انا نفسي اجينا عشان نخاف بتفرج على محمد صلاح وبحبه قوي. انا بحب محمد صلاح ويجي يزعلنا، واحنا بنسمع الجدار صورته عشان بنحبه كابتن محمد صلاح. لما يخلص تدريب بيجي يزور محمد صلاح. محمد صلاح انا بحبه ونفسي اشوفه. زي الفرحة على وجوه الأطفال، الحالة المعنوية والنفسية بترتفع جدا لأن الأطفال يتعلقون بالنجوم الذين يحبونهم. محمد صلاح الآن يعني أصبح نموذجا بيحبوا الكبار والصغار لأنه رفع اسم مصر عاليا. وزي ما بقول لكم القضية مش قضية إبداع ملاعب فقط، لا، أخلاق وعمل إنساني وخيري.